قليلة هي المرات التي يتوحد فيها اللبنانيون، فالاختلاف هو سمتهم الغالبة. كسرت الطبيعة هذه العادة من ضمن مرات نادرة، فتلاقى الجميع عند باب اللون الأبيض الذي غطى المناطق اللبنانية كافة، كاشفاً عن لغة موحدة فرضتها الطبيعة عليهم. هي عاصفة ثلجية مستمرة بكل ترددات الطقس العاصف تضرب لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فرضت إقفالاً للطرقات وللمدارس والتزاماً بالمنازل، حيث التدفئة فقط هي المنشودة من الجميع. إمكانات المتوفرة بالبلديات لمواكبة هيك حالات هي أكبر من إمكانياتها. وقد استنفر لبنان بكل أجهزته لملاقاة أضرار العاصفة التي بدا حملها أكبر من طاقاته. الثوب الأبيض الذي يرتديه لبنان يمثل بالنتيجة صورة الخير القادم من السماء، لكن هذه المعادلة قد تهتز أحيانا أمام من لا تعينه الحياة على الصمود بوجه فعل الطبيعة. هم اللاجئون السوريون، أصحاب الخيم المغطاة بالثلوج ولاحقا السابحة بالمياه، هم أكثر المتضررين من هذا الخير القادم من السماء. صحيح أن الأطفال استغلوا الفرصة للهو ولعب اشتاقوا له منذ أن غادروا بيوتهم مع شرارات الحرب السورية، لكنهم تحت ضربات العاصفة يشتاقون إلى تدفئة غابت عن الجميع وحولتهم إلى طلاب حياة ينتظرون آخر زخات الشتاء لإحصاء ما فعله البرد القارس بهم. يعني بدنا أمور مثل نقول ينقذونا، دحش صار فينا، الخيام هبطت فوقنا والمي جرت من تحتنا وما في لا تدفئة ولا في أي شيء. مدافئ ما في، صار اليوم نهارين ثلاثة بدون صوبات، حطب ما في، يعني حالة ميتين وإحنا عايشين. ستنتهي العاصفة الثلجية، لكنها ستكشف بلا شك عن تلك الهوة التي تفرض كل مرة نفسها على اللاجئين السوريين، فالمعاناة أصبحت أحد أهم مفردات الحياة التي يعيشونها في لبنان تحت سقف أو في خيمة. ذاك هو ثمن الحرب، ومن ثم اللجوء لم يترك لهم شيئا. فاطمة عواضة، العالم. البقعة عادة من ضمن مرات نادرة، فتلاقى الجميع عند باب اللون الأبيض الذي غطى المناطق اللبنانية كافة، كاشفا عن لغة موحدة فرضتها الطبيعة عليهم. هي عاصفة ثلجية مستمرة بكل ترددات الطقس العاصف تضرب لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فرضت إقفالا للطرقات وللمدارس والتزاما بالمنازل، حيث التدفئة فقط هي المنشودة من الجميع. إمكانات المتوفرة بالبلديات لمواكبة هيك حالات هي أكبر من إمكانياتها. وقد استنفر لبنان بكل أجهزته لملاقاة أضرار العاصفة التي بدا حملها أكبر من طاقاته. الثوب الأبيض الذي يرتديه لبنان يمثل بالنتيجة صورة الخير القادم من السماء، لكن هذه المعادلة قد تهتز أحيانا أمام من لا تعينه الحياة على الصمود بوجه فعل الطبيعة. هم اللاجئون السوريون، أصحاب الخيم المغطاة بالثلوج ولاحقا السابحة بالمياه، هم أكثر المتضررين من هذا الخير القادم من السماء. صحيح أن الأطفال استغلوا الفرصة للهو ولعب اشتاقوا له منذ أن غادروا بيوتهم مع شرارات الحرب السورية، لكنهم تحت ضربات العاصفة يشتاقون إلى تدفئة غابت عن الجميع وحولتهم إلى طلاب حياة ينتظرون آخر زخات الشتاء لإحصاء ما فعل